لو الحكاية فيها إن فيتو النجم الجميل سليمان عيد، أهلا بيك في فيتو. إحنا النهاردة موجودين في كواليس فيلم من أول الصبح، فيلم جديد، مشاركة جديدة ليك. كلمنا عن كواليس الفيلم. والله كواليس الفيلم جميلة جدا، ناس محترمة، ناس عايزة تشتغل، ناس عايزة تنجح، كل الكرو اللي قبل الكاميرا، اللي ورا الكاميرا، قبل اللي قدام الكاميرا يعني، وكله ناس عايزة تعمل حاجة كويسة وبتبذل مجهود ما بتحسش بنفسها. يعني بنيجي الساعة 10 الصبح هنا، بنمشي الساعة 2 بالليل، واحنا مش حاسين ان احنا تعبنا، يعني عايزين نقعد. يعني لو في بس بيبقى الواحد خلاص بقى عايز يعني ياخد ساعتين نوم ونرجع هنا، والناس بتيجي قبل 10 وناس بتيجي الساعة 9. كل ده يعني اخلاص فوق ساعات العمل الرسمية. ده الواحد لازم يبقى له تأثير عند أي بني آدم، بالإضافة إن أنت ما تعملش حاجة تخدش الحياة، مش حاجة يعني محرجة لأي حد. بتعمل هدف معين وهدف نبيل في اليومين دول بالذات، وهو الكوميديا. يعني إذا عملت كوميديا ناجحة في وسط الغم والكآبة اللي إحنا فيه، يبقى أنت نجحت. فهو الفيلم غنائي رومانسي كوميدي، فأتمنى يا رب إنه ينجح على كل المستويات إن شاء الله. إن شاء الله. الفيلم أنت قلت إن هو غنائي، يعني هو بيشارك فيه عدد كبير من المطربين. بطل ومطرب ومعاه مطربين تانيين، يعني غير آدم أحمد الشامي وأمينة. فهم مطربين أصلا، وهنعمل إن شاء الله حاجة يعني دويتو بينهم وبين بعض في أغاني وفي، يعني مش عايز أحرق حتى طريقة الأغاني وكلماتها والحاجات، لأنها حاجات برضو هتضيف للفيلم كتير. يعني جميل جدا. دايما احنا متعودين منك ان انت بتقدم ادوار مختلفة في كل عمل حتى لو كانت كوميدية. ايه الاختلاف اللي انت مقدمه في اول سنة؟ هي الكوميديا، كونك تعمل كوميدي تاني غير اللي انت عملته، ده خلاف، لانك مش هتعمل نفس الكوميديا اللي انت عملتها قبل كده. فالكوميديا دايما بتبقى جديده، فانت لو عملت كوميديا حاجه افيه قديم، ما انت مش كوميديا دي اللي انت عملتها. هو ده اللي انا بعمله، يعني اللي بعمل كوميديا، بس انا بتمنى ان انا في مرحله تانية امثل، لان انا خليت بعد بروجكت كتير وعندي يعني حب للحكايه دي، بس السوق او المنتجين اللي حوالينا والناس بيطلبوني في الكوميدي، وانا فرحان. لا، كوميديان بيبقى برده يعني عمله نادره وبيبقى ليه يعني درجة، بس انا كممثل عايز اخرج النواحي التانية اللي عندي قدام الناس، يعني ان شاء الله في المستقبل. ده اول عمل ليك في العهد الجديد لمصر الجديدة. في اختلاف بين الفترة اللي فاتت من اول الثورة لحد قبل الانتخابات لحد دلوقتي، الدنيا اتحسنت ولا لسه زي ما هي؟ والله السؤال ده انا صعب اجاوب عليه بصدق، بس طبعا الدنيا اتحسنت، بس درجة التحسن قد ايه انا ما اقدرش احسبها. انا كنت بره مصر السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها فليا سنتين بره، وده اول فيلم ليا بعد فيلم جيران السعد عملته السنه اللي فاتت. انا كان اخر حاجه جيران السعد، ما سافرت واشتغلت بره وجيت مصر وانا نفسي اعمل حاجه حلوه. فده فيلم من ثلاث افلام اتعرضوا عليا، فيهم يعني ناس كده، يعني هنا في ناس فاهمه في الانتاج واشتغلت في الفيلم، فيا رب ان شاء الله اعرف اعمل حاجه حلوه ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين سؤال بس لينا، عايزين نعرف انت محضر لنا ايه غير من اول سنة؟ لا انا مش محضر حاجه دلوقتي بشكل يعني رسمي، لكن في مسلسلات لرمضان الجاي في مصر. يعني انا ليا سنتين ما بشتغلش رمضان. صحيح. السنه الجايه ان شاء الله، مش عايز اقاطع، يعني بيتكتب مسلسل معمول حسابي في شخصيه مهمه انا يعني حبيبها لما اتحكت لي، وما اقدرش لان انا ما مضيتش اعلنها يعني. بس ان شاء الله يعني في الاسبوعين الجايين ثلاث هتلاقي في كاست مسلسل وهتلاقيني في الفيديو. الفنان المحترم الجميل سليمان عيد، احنا متشكرين جدا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا.